شرف ليا ان انا اكون في مدينه بورسعيد، شرف ليا الدعوه الكريمه اللي جات لي من لجنه الزواج بالنشاط الجميل اللي معمول باللجنه، انما الشرف ان انا بجد بحس بيه انها بلد منفرده. بورسعيد بلد منفرده بمعنى ان بلد مصر كلها كل حاجه ليها ميزه، بس بورسعيد يكفي ان الواحد ما بيفتكر اللي حصل في الحروب، يقرا يشوف، يبقى كل واحد فيهم بيروح بورسعيد، اذا كان الاباء اذا كان الاجداد، عملوا حاجات لا يتخيلها عقل. وبالتالي هي بلد لها سمات معينه، لها سمات كبرياء، لها سمات كرامه، لها سمات عناد على الحق. حتى بعد الظروف انا ما انساش لما كنت نادي مع الله يرحمه فؤاد باشا، كنت بشوف بورسعيد، بورسعيد الكبرياء، بورسعيد اللي جايز البلد او مصر الحقيقه والحكومات ما بصتش لاهلها البصه الكريمه، ما بصتش لمشاكلها، وما بصتش ان اهل بورسعيد عندهم جوهره لازم نستغلها. بتكلم في بلد عندهم سمة تجارية عالية جدا جدا. أنا دايما بيجي رأي في دماغي غريب شوية في لبنان. لبنان ما عندهاش صناعة، لبنان شعب تجاري بس نجحوا، دخلوا أفريقيا، في كل حتة في أفريقيا موجود لبنانيين. لما تشوفوا ميزانية لبنان هتلاقوها حاجة مفيهاش حاجة خالص إفلاس. طب أيمن إيه؟ أيمن أبنائها اللي هم مولودين عندهم الكاريزما التجاريه اصلا، اتنقلوا في البلاد وعملوا وبقوا كبار ومشهورين. البلد ما استغلتش، البلد مش لغايه دلوقتي انا مش شايف انها استغلت. هرجع تاني الكاريزما البورسعيديه مع الكرامه مع الكبرياء، انما عندنا حاجه كبيره قوي اسمها كاريزما الشعوب، زي ما بنروح دمياط نلاقي كاريزما مصنعيه معينه نستغلها. بس بورسعيد حتى الان لم تستغل، وبورسعيد فيها امكانيات لم تستغل. بورسعيد مش ممكن تقف على تجاره داخليه وكام فوتيرا جايين يتباعوا هنا، مش ده موضوع، ده ما يقومش بلد ولا يؤكد يراوغ شعب بلد عنده الامكانيات الكبيره اللي نعمل كتير. احنا في الحزب بنحاول لو في مشاكل بورسعيد، كان في مؤتمر اتعمل قبل كده برضه بنتكلم فيه، ولكن ما اقدرش اقول ان احنا حاولنا محاولات جاده. اتمنى ان مشاكل بورسعيد مع لجنه بورسعيد مع نواب اللي عندنا نقدر نعمل حاجه، مش حاجه فرديه، حاجه تقدر تقوم البلد على طول. شكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين.